تقلدوني في حاجه، طب برافو عليكم خدوا بقى الجديد من عندي عشان تقلدوني تاني عادي. طبعا بحب العالمي العظيم عمرو دياب وتامر حسني، بس انا عايزه اعمل ديو مع حماقي. ليالينا ليالينا مين اللي طلعتي بيهم كاصحاب من الوسط؟ من ايه؟ كاصحاب من ايه؟ من الوسط الفني يعني. بص انا صاحبه الكل بس وحيده، عارف؟ لا مش ازمه، انا بشوف ان ده صح. لان انا كبسمه انا اجتماعيه جدا، بس ما بحبش ادخل في شلل وحاجات عشان ده بيعمل مشاكل قدام، وانا ما بحبش الحوارات والمشاكل وحاجات كده كتير، فاهمني؟ دي وقال بقى ودي قالت ودي عملت، ما بحبش ده، وده بيتكلم على ده قدامي وده مش عارف، فانا ابقى شكلي وحش وبحس بتانيب ضمير. فلا انا ليا اصحابي بره الوسط بحبهم بموت فيهم، ببعت لهم تحيه من هنا. عمرك حسيت ان في غيره او نفسانه منك من اي حد حواليك؟ يا لهوي ما بعدش يا جيمي، ده كتير جدا، ده كتير جدا جدا جدا. تجاهل بابا، بتقلدوني في حاجه طب برافو عليكم خدوا بقى الجديد من عندي عشان تقلدوني تاني عادي. شايفه رجوع عمل ماهر ازاي؟ لسه كانت خارجه مع عمرو اديب امبارح وبتتكلم عن رجوعها وانها تشوفه في موسم الرياض تاني، فتقولي عندها ايه؟ طبعا ربنا يوفقها، صوت عظيم، انا اقرب الاصوات لقلبي طبعا. ربنا يوفقها في اللي جاي يعني، ما اقدرش اقول غير كده. وصوت طبعا برجوعها لينا صوت مهم وخامه مهمه فاقدينها يعني. موسم الرياض برضو في وقت من الاوقات ان شاء الله. طبعا ان شاء الله، بس على ده طبعا، ده اكيد اكيد. نفسك تكملي ديو مع مين؟ عارف ده سؤال تقليدي جدا، بس اكيد ليكي طموح او حد انت شايفاه لازم انا بجري عشان ابقى معاه. انا بحب قوي طبعا بحب العالمي العظيم عمرو دياب وتامر حسني، بس انا عايزه اعمل ديو مع حماقي جدا. انا لمست مع حماقي بالاول. ايوه انا بحب حماقي وبحب خامته، و يعني هنعمل ميكس رهيب، وان شاء الله ان شاء الله يحصل يعني ان شاء الله. في خطوات لده لسه مش دلوقتي عشان ما بقاش بقول، بس انا عايزه ده يعني، فطالما انا عايزه حاجه هوصل لها حتى لو بعد كام سنه ان شاء الله. ان شاء الله. شكلك ممثله ولا ده صعب؟ لا مش صعب خالص، بالعكس انا كل الناس بتقولي لازم تمثلي، انا بس محتاجه اخد ورشه علشان انا بحب لما اعمل حاجه اكون بعملها صح عشان اتحسب عليا، فمحتاجه اكون جاهزه لده بس. نورتيني يا بسمه، ودايما متالقه وحتى من ما تستبسطنيش. ميرسي، ربنا يخليك، انا مبسوطه جدا اني كنت معاك، بس انا مش عايزه اغني لك ما تستبسطنيش. انتوا اسمكم ليالينا؟ ايوه. فانا هقول لك ليالينا ليالينا.